السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل مشتركين القناة وكل شخص مهتم بشراء سيارة هيونداي توسان الأعلى فئة بضمان غبور. حبيت أوضح في الفيديو النهاردة، تخلي بالك من نقطة مهمة جدا وانت بتستلم عربيتك من أي معرض هتشتري منه العربية، على نوع الكاوتش اللي راكب في العربية. وزي ما حضراتكم شايفين هنا في الفيديو ان نوع الكاوتش اللي راكب كونتيننتال، تمام، راكب على الجنط اللي مقاسه زي ما حضراتكم شايفين برضو 225 على 60 R17 V، تمام، واضح اهو. فدي نصيحة حبيت يعني اوضحها للناس اللي بتشتري العربية، تخلي بالك برضو من الطبة وانت بتستلمها وغطى البلف، حاجات برضو بسيطة لكن لو انت محتاجها هتكلفك. وفي نفس الوقت موضوع الكاوتش ده مهم جدا عشان ما يكونش حد بيغشك. وعلى سبيل المعرفة انا حبيت اعمل فيديو، ولا تنسوني بالاشتراك في القناة طبعا للناس لسه ما اشتركتش، والدعم باللايكات والتعليقات، وكذلك المشاركة على جميع الجروبات وجميع منصات التواصل الاجتماعي المهتمة بالسيارات الهيونداي توسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.